ايه رايك بقى في جو العشاء اللي انا عملهولك ده؟ عجبك؟ انت عايز تفهمني ان لو فريدريك هو اللي جاب بدالي كنت هتجيب له حد بيعزف كمانجا وهو بيتعشى؟ وانت برضه ترضاهالي؟ ده حتى تبقى عيبه في حقي، ياخدوها ضدي. الجو عجبني، ده فعلا الجو المناسب لترميم الجوابات الاثريه. واحنا ليلتنا فل ولا حاجه؟ شفت بقى؟ ويلكم لونا. شفتها والله شفتها. كان نفسي نكتبها بخيوط الذهب تعبيرا عن جمالك. انت جمالك فاق الحد، حتى اسالي اي حد. للدرجه دي انت عايز مني ايه يا دكتور مسعود؟ بصراحه انا عايز، انا عارفه انت عايز ايه وانا موافقه. موافقه؟ اه موافقه على اللي انت عايزه، بس بشرط. شرط ايه؟ تكتب لي القصر ده. ايه تكتب لي القصر؟ ايه كتير عليا؟ ده انا بقول انت فرنساويه تطلعي من المنوفيه. المزيكا دي حاجه حلوه قوي، بقالي زمان ما سمعتش مزيكا ولا عزفت. يا سلام، وكمان بتعزفي؟ بعزف بيانو. اتفضلي. أول مرة أشوف واحدة من المنوفية بتعزف حلو كده. أنت كده بتهاجم المنوفية؟ لا ما أقدرش، ده أنا أصلاً من المنوفية. طب بجد يا دكتور، هو ليه في أمثال كتير على المنايفة؟ حقد وغيرة كلها، عشان دايماً ناجحين وبنحقق حاجات محدش غيرنا بيحققها. إشمعنى أنتوا اللي بتنجحوا وبتتفوقوا؟ شوف يا ستي، المنوفية دي على رقعة زراعية صغيرة جداً بالنسبة للكم المهول من سكانها، والرزق اللي فيها ما بيكفيش كل السكان، عشان كده بيضطروا يهاجروا براها عشان لقمة العيش، وبيسموها الأماكن الطاردة لسكانها. وأي غريب في مجتمع جديد لازم يتميز بالذكاء، ومفيش مانع من شوية خبز أحياناً عشان المجتمع الجديد ده يقبله، وطبيعي يبقى حاسس بعدم الأمان لأنه عارف إنه لو حصلت له أزمة أو مشكلة محدش هيقف جنبه ولا هينجده، فلازم يبقى حريص على اللي هو حققه سواء فلوس او مكانه اجتماعيه وصل لها. وسنين بقى تدور ورا سنين تتاصل فيهم الصفات دي، فيبقوا اكتر ناس يقدروا يتاقلموا بالمجتمعات الجديده ويمشوا مع قوانينها، بل انهم بقوا احسن ناس يقدروا يستخدموا القوانين دي وينجحوا بيها. تصدق اقتنعت؟ اقتنعتي ووافقتي؟ اقتنعت ان المنايفه مظلومين. لا حلوه، ملعوبه.